هنا الصغيرات غرب المملكة المغربية، مكان اختير بصدفة أو دونها ليكون شاهدا على توقيع اتفاق تحت مسمى إنهاء الانقسام بين الليبيين. 17 ديسمبر 2015 حضرت وفود من كل حدب وصوب، وغاب طرفا الصراع السياسي الليبي، فلا مفوض رسمي للمؤتمر الوطني ولا آخر يقابله من مجلس النواب، بل دخل القاعة أعضاء من الجسمين ادعوا تمثيل مجالسهم، وتبعهم آخرون أكملوا العدد ليضفوا شرعية وطنية على الاتفاق. أنتج الاتفاق أجساما سياسية جديدة ومدد لأخرى وتجاهل البقية، وكشف عن أسماء جديدة أضافها إلى الخارطة السياسية وتركيبة حكم فريدة من 9 أعضاء يمثلون مناطق البلاد. تأخروا كثيرا في دخول العاصمة، حيث بقي وزراء المجلس الجديد معلقين حتى الآن لم يعتمدهم شريكهم في الاتفاق مجلس النواب. عام ثالث يمر واتفاق الصغيرات كما هو، بنوده الأولى محرومة من التضمين في الإعلان الدستوري، والبلاد كما هي قبله بحكومتين ومصرفين مركزيين وجيشين والكثير من الميليشيات هنا وهناك. وقس على هذا المنوال، الصغيرات كانت أملا تحولت إلى وسيلة لدى بعض المشاركين لتصفية خصمه الآخر، فلم يكن ما يبحث عنه هو الاتفاق، ما جعل البعض عاجزا عن دراسة البنود جيدا وتسرع في التوقيع. وها قد بان لهم اليوم هذا وأدركوا الحقيقة وتبين لهم أن المادة 8 أطاحت بالانقلاب حفتر ما لم تستطع البنادق والرصاص أن يقوم به قام به الاتفاق السياسي، جرت قلم قامت بذلك. فشل لازم اتفاق ديسمبر منذ توقيعه، فلم يحقق أبرز مطلب في تلك الفترة، وهو إنهاء العمليات العسكرية وتوحيد مؤسسات الدولة، بل أعطى لحفتر غطاء قاد تحت ظله حروبا قصف فيها أحياء وهدم مدنا بمباركة أممية ودعم فرنسي إماراتي مصري. اليوم وبعد أن اجتاز الصخيرات 3 سنوات بغير نجاح، ما زالت الأجسام المنبثقة والبعثة الأممية تحاولان بعث الروح فيه من جديد بدعوى إصلاحات أمنية وسياسية واقتصادية، إلا أن المشهد ينذر بأن يكون الصخيرات عقبة تقف أمام أي توافق جديد.